أقول مقالة بر صدوق لأجعل فوق الحروف النقط. أيا مسلما يستضيء بنور، أيا مؤمنا لا يحب الغلط، أيا من يدين بكل ولاء لكل صدوق بعيد الشطط، أيا من يناشد في الخلق عدلا يصد الجهول إذا ما همط. تصون لسانك دوما لأن لسان الفتى لو أطال هرط، ولست نعيقا لكل غبي إذا ما رأى أي شيء لقط. أيا مؤمنا بالقضاء رضيا، ألا إن عيب الورى في السخط، فليس يرد القضاء بكاء ولا نوح ثكلى وشيخ نحط، ولطم خدود وشق جيوب، ومن مثل شعر الرؤوس مرط. تصون العقيدة عن كل فسق، وأنت أمام العدا كشرط، تزلزل كل عصي دعي ومهما تكن في يديه الخطط، ولست بغال ولست بجاف، ولكن خير الأمور الوسط، وإنك لست حريا بفوز إذا كنت مثل بعير خبط، إذا لم تكن سائرا في ثبات، إذا لم تكن جافيا للغط، ولن يبلغن شعارك صدقا إذا ما بكذب يكون اختلط. فتلك ورب صفات نفاق، ومذق الرجال كهذا النمط، حذار أخي فلست بخب، ودع من عموم المتاع السقط، حذار فلا تفتنن أخي بمثل عيون القطط. فللخير قوم وللشر قوم، محال عناق لصوص وبط، ولا تحقرن رجاحة عقل يعود لقلب كماء النبط، ولا تتركن من الحق رأيا سويا إذا رأي غير وبط، وكل صغير يؤول كبيرا ويتلو الكبير حلول المقط. فمهما اعتلى للخليقة شأن فلا شك بعد العلو هبط، فهذه وصية عبد محب، ومن يعرف الحق ثم تلط، فذاك تقي وليس عصيا وليس عديم الكياسة قط. وما بعد ذا الحق إلا ضلال، ومن يهمل الحق يوما فرط.